أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها إمكانية استئناف المشاورات في دولة الكويت ولقاء المبعوث الأممي بالمشمولين بالعقوبات الدولية وعلى رأسهم المخلوع صالح. غادر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد العاصمة صنعاء مع وفد الميليشيا والمخلوع صالح إلى دولة الكويت، حيث نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في ميليشيا الحوثي أن طائرة عمانية أقلت المبعوث الأممي وممثلي الميليشيا من مطار صنعاء الدولي إلى سلطنة عمان على أن يتوجهوا إلى دولة الكويت. جاء ذلك بعد لقاءات عقدها المبعوث الأممي مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع بصنعاء للتباحث حول استئناف المشاورات. لقاء ولد الشيخ بالرئيس المخلوع المشمول بالعقوبات الدولية باعتباره معرقلا للعملية السياسية اعتبره مراقبون انتهاكا لمبادئ المنظمة الدولية وتنازلا عن موقف الأمم المتحدة وخرقا في نزاهتها. وكان المتحدث الرسمي للميليشيا ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام أعلن التزامهم بالحضور إلى المشاورات في موعدها المتفق عليه من دون شروط مسبقة، غير أن الطرف الحكومي قدم مطالب لاستئناف هذه المشاورات أبرزها الالتزام بالمرجعيات ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ التزاماتهم. مجلس الأمن الدولي هو الآخر فشل في إصدار بيان رئاسي يؤيد جهود ولد الشيخ أحمد ويدعو الأطراف لاستئناف الحوار السياسي في الكويت وفقا لما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة السابقة. وبحسب تسريبات دبلوماسية وإعلامية فإن مشروع البيان تقدمت به بريطانيا إلى أن روسيا وبعد تعديله بطلب من الحكومة والتحالف العربي اعترضت على صدور هذا البيان وطالبت بأن يكون بصيغة سابقة ما أدى إلى تعثر صدوره. إمكانية استئناف المشاورات في موعدها المحدد ولقاء المبعوث الأممي بالرئيس المخلوع المشمول بالعقوبات الدولية هو محور نقاشنا في هذه الحلقة، لكن مشاهدينا قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. ولد الشيخ في صنعاء والمهمة هي ذاتها التي تأتي به وتغادر معه في كل مرة، البحث عن الحل الضائع في كومة قش. مصادر سياسية أكدت أن ولد الشيخ سينقل لسلطة الميليشيا في صنعاء ووفدها بعض النقاط المتعلقة بالإشكاليات الرئيسية التي أفشلت الجولة السابقة ومنعت التوصل لأي اتفاق بعد أكثر من 70 يوما في الكويت، وعلى رأس تلك النقاط تشكيل حكومة قبل تنفيذ بندي الانسحاب وتسليم السلاح الذي تصر عليه الميليشيا. حتى الآن يبدو موعد الكويت الثاني معلقا وبدون تأكيد، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن الوفد الحكومي لن يذهب مبكرا هذه المرة ليبقى وحيدا على طاولة لم تنتج شيئا لأكثر من شهرين متواصلين. تطالب الحكومة بجدول زمني للمحادثات وهو ما يتعارض مع فكرة المبعوث الأممي الذي يؤكد في كل أحاديثه الصحفية أنه لم يأتي لكي يرجع بالحل في يومين، لكنه على مدى شهرين في الكويت لم يخرج بشيء وهو ما ترفض الحكومة العودة إليه أو الاستمرار فيه. وزير الخارجية ورئيس وفد الحكومة إلى محادثات الكويت كتب على صفحته الشخصية قائلا إن تجربة المشاورات في جولتها الأولى تؤكد أنه من الضروري بناء الثقة وإعلان التزام واضح بالمرجعيات قبل استئناف المشاورات لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت، مؤكدا أنهم لن يقبلوا الخديعة أو الحيلة أو المخاتلة هذه المرة. المخلافي تمنى أن يعود المبعوث الأممي من صنعاء ولديه التزامات واضحة تنقذ الجولة القادمة، مؤكدا أنه سيكون من الخطأ أن يسمح المبعوث الأممي والمجتمع الدولي للانقلابيين بالمزيد من المراوغة أو أن يتم استئناف المشاورات على أرضية زلقة حسب قوله. لا جديد هذه المرة يوحي بتقدم على المسار السياسي، وحدها كانت زيارة لا تبدو عابرة قام بها المبعوث الأممي للرئيس المخلوع هي أبرز محاور زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء. وبينما انصرف الرأي العام نحو تقييم أخلاقية زيارة الوسيط الأممي لزعيم ميليشيا يقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن، فإن الأهم في هذه الزيارة هما تشير إليه من مؤشرات لصفقة ربما يكون المخلوع أحد أركانها وهو أحد أبرز العراقيل التي لا تزال تمنع الحل حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا لنقاش موضوعنا سيكون معنا عبر الهاتف المحامي والمحلل السياسي فيصل المجيدي، وأيضا سينضم إلينا وزير الدولة وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عثمان مجلي. إذن مشاهدينا سنبدأ الآن مع المحامي والمحلل السياسي فيصل المجيدي. سيد فيصل مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد فيصل، ماذا تقرأ في لقاء المبعوث الأممي بالرئيس المخلوع المشمول بالعقوبات الدولية باعتباره معرقلا للعملية السياسية في اليمن؟ نعم، هناك قراءة واضحة لهذا الموقف.
الرئيس السابق علي عبد الله صالح صدر القرار 2140 بصيغة واضحة. نعم. عندها تحدث المندوب الأمريكي والمندوب الفرنسي والبريطاني وأعضاء مجلس الأمن بوضوح بأن في هذا القرار وهو تحت الفصل السابع كما أسلفنا طي لصفحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأيضا ورد هذا النص في صلب القرار، وبالتالي من ناحية القانونية يعتقد المطلع على هذا التصور بأنه بالفعل طي لصفحة علي عبد الله صالح، ومن ثم منعه من ممارسة أي مهام سياسية بل وإدراجه ضمن العقوبات الدولية، ومن ثم فإن استقبال وذهاب الأمم المتحدة للقاء علي عبد الله صالح بهذه الفترة يضم من خلاله أن هناك بالفعل محاولة من الأمم المتحدة لشرعنة وجود هذا الرجل والالتفاف على القرار القرارات الأممية بوضوح. نعم، لكن سيد فيصل، يعني هناك من يرى أن زيارة المبعوث الأممي ولقائه بالمخلوع يعني هي رسالة من المجتمع الدولي ل يعني فحوى هذه الرسالة أن هذا الرجل سيكون له دور في المرحلة أو في العملية السياسية القادمة. هذه القراءة نعم، والموضوع حقيقة يظل محل استغراب تام لأنه مخالفة الأمم المتحدة للقرارات التي صدرت عنها، ونحن نتحدث عن الفصل السابع الذي هو ملزم لكل دول العالم، طبعا على رأس ذلك الأمم المتحدة وذراعها القوي وهو مجلس الأمن، وبالتالي هذه التصرفات بالفعل قد تشي بأن هناك ثمة ربما رغبة بالتفاف أبيض وانقلاب أبيض على القرارات الأممية، وهي حقيقة رسالة غير محبذة من المجتمع الدولي بهذه الصيغة كما أوردتها الآن. نعم، يعني لقاء المبعوث الأممي بهذه الطريقة يوم أمس بالمخلوع قانونيا وبحسب المبادئ المنظمة لعمل هذه المنظمة الدولية، ألا يعد لقاء ولد الشيخ أحمد بالمخلوع صالح انتهاكا لمبادئ المنظمة الدولية وأيضا تنازلا عن مواقفها باتجاه معرقلي العملية السياسية في اليمن؟ هذه إشكالية كبيرة، لأن الرجل أدرج في ذات القرار بالعقوبات الدولية ثم بعد ذلك بقرارات مكملة، لأن القرار بحد ذاته تحدث عن أن ما يشكله هذا الرجل وجميع المعرقلين للعملية السياسية يؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي مثل هذا التصرف حقيقة كما أسلفت ربما يكون هنا في رسالة واضحة من أطراف في المجتمع الدولي بانقلاب أبيض على المحاولة للانقلاب الأبيض على القرارات الأممية، وهي حقيقة رسالة سلبية جدا. نعم، هل يأتي لقاء ولد الشيخ أحمد بالمخلوع صالح في إطار التوجه نحو إقناعه بفكرة العزل السياسي ومقدمة لاستبعاده من مستقبل العملية السياسية، أم سنشهد إعادة إنتاجه من جديد؟ الحقيقة الكثيرون يعتقدون بأن علي عبد الله صالح ربما بشخصه هناك ثمة رؤية قوية لدى المجتمع الدولي، وهذا يفترض أو يتماشى مع القرارات الدولية لأنه بالفعل تم استبعاده تماما، وإنما هناك الرغبة فقط بعملية تجميلية لخروج الرجل الذي يشترط الحقيقة رفع العقوبات عنه ومن ثم العودة من جديد بطريقة أخرى كأنما محاولة لتبييض ملفه الأسود، لكن الرجل أصبح يعني محروق في الداخل وإقليميا ودوليا، فأي محاولة لعودته بهذه الطريقة حقيقة ستكون فيه إساءة للمجتمع الدولي ذاته. لكن فيما يتعلق بالوفد الحكومي وفد الشرعية، يعني هناك يتحدثون عن مطالب قبل الذهاب إلى يعني أو التزامات يعني لضمان العودة إلى مشاورات الكويت، هذا في جانب. في جانب آخر أيضا مقابلة المبعوث الأممي للمخلوع يوم أمس، في هذا الجانب هناك رسالة أخرى أيضا، يعني ذهابهم في مطالب التزامات، وأيضا الرجل يوم أمس يعني يوصل رسالة بأن المخلوع له دور بارز في المرحلة القادمة، يعني كيف سيكون وضع هذا الوفد
في إطار هذه الرسالتين، يعني هناك التزامات، وأيضا في الطرف في المقابل أنه استقبل المخلوع يوم أمس أو قابله بطريقة تشير إلى عودة هذا الرجل مجددا. وأزيدك من الشعر بيت كما يقال: اليوم ولد الشيخ ذهب وبطائرة واحدة مع وفد الانقلابيين إلى مدينة صلالة، ووصلوا بالفعل إلى هناك، ومن ثم يتحدثون بأنهم سيتوجهون إلى الكويت يوم غد. وهذا الأمر حقيقة يقرأ فيه الكثيرون بأنه ربما فعل غير محبذ من المبعوث الأممي أن يذهب مع أحد الوفود بطائرة واحدة وبتلك الصورة، في حين أن رسالة الرئيس عبد الرب منصور هادي ووفد الحكومة كانت واضحة، بل أن مصدر في الوفد الحكومي اليمني قال بأنه تم تقديم رسالة رسمية واضحة إلى المبعوث الأممي أن الحكومة اليمنية لن تشارك في هذه المشاورات إلا بشرط وجود ضمانات حقيقية تتعلق بالتزام واضح وجلي بأمرين اثنين، أولهما الجدول المحدد حتى لا نكون في إطار ما يسمى الحلقة المفرغة كما حصل 75 يوما ونحن نتحدث عن ذات الحديث الذي يتناقله الجميع منذ صدور القرار 2216، وهو الالتزام بمرجعية بيل والإفراج عن المعتقلين، ومن ثم يعني مسألة رفع الحصار عن المدن وغير ذلك من الملفات التي أتى بعضها بالتزامات دولية كالولايات المتحدة وبريطانيا بعد بيل تحديدا بأنه سيتم تنفيذها خلال أسبوعين، والإفراج عن المعتقلين ويعني ورفع الحصار عن مدينة تعز تحديدا. هذه الأمور ظل الحقيقة الحوثيون يراوغون فيها، بل ووصل بهم الأمر إلى التشكيك بالمرجعيات، بل والحديث عن أمور وتقاسم لحقيقة السلطة قبل تنفيذ القرار 2216. نحن أمام معضلة حقيقية، وبالتالي أعتقد أن الحكومة اليمنية بالفعل تسعى إلى سلام حقيقي أساسه مرتبط بالمرجعيات، عدم العودة إلى الظهور الرخو من قبل الأمم المتحدة والشكل الرخو الذي من خلاله تريد تحقيق فقط يعني الطاولة، ظهورها أمام الطاولة بأنها تقدم شيء للسلام، ومن ثم من خلال ذلك يتم تسويق نجاح شكلي وسراب لمفاوضات ليست حقيقية مطلقا. الموضوع يحتاج بالفعل إلى التثبت من المرجعيات وإلى قواعد حقيقية بهذا الشأن. نعم سيد فيصل، يعني تحركات المبعوث الأممي الأخيرة وأيضا العودة إلى هذه المشاورات، قراءتك وتفسيرك لها؟ تحركات المبعوث الأممي حقيقة أتى يحيطها الكثير من الريب ومن الشك، وظهور ولد الشيخ بهذه الصورة كأنما هو تكملة لدور بن عمر سابقا من خلال رغبته في عملية إنقاذ للميليشيا الحوثية. كلما وجدت هذه الميليشيا نفسها منهارة في الجبهات يأتي وينقذها ولد الشيخ من خلال هذه المفاوضات الشكلية. وبالتالي أن يكون الانقلاب الأبيض أو محاولة التسويق للانقلاب الأبيض من خلال الأمم المتحدة فتلك كارثة. أن يكون هناك رغبة بتمكين ميليشيا مسلحة تلك سابقة خطيرة جدا، لأنه سيؤدي بذلك إلى أن جماعات مسلحة كداعش التي باتت تسيطر على أجزاء مهمة من العراق ومن سوريا بأنها يمكن يوم من الأيام أن يتم التفاوض معها وفقا لما حصل مع جماعة الحوثي. إذن نحن أمام حقيقة انفصام في المبادئ بين الأمم المتحدة وبين القرارات التي تصدر عنها. نعم سيد فيصل، يعني المطالب التي تقدم بها الوفد الحكومي، هل تعتقد أنها يعني ستحقق من خلال المبعوث الأممي، أم أنها يعني ستكون سبب في عدم ذهاب الوفد إلى المشاورات؟ كان يقول في الأساس هذه المطالبات في الأساس هي منطقية تتوافق مع القرار الأممي ذاته، يعني بمعنى أن مسألة أن تذهب إلى مفاوضات غير منطقية وغير مرتبة زمنيا هذه سابقة حقيقة لم تحدث. نحن نتحدث عن مفاوضات على أسس مرجعية واضحة ينبغي فيها الحديث بالتزامات يعني محددة بألف وباء، ولا يمكن أن نأتي ونتحدث في البداية لصنع المرجعيات ثم الحديث
والاستمرار بذلك، في حين أن الحوثي يحاول التوسع على الأرض وإعادة ترتيب صفوفه لإعادة الحرب من جديد. هذه الأمور حقيقة من الأسف أنها تأتي عبر المبعوث الأممي الذي ظهر مهتزا وظهر حقيقة أداؤه رخوا في هذه المرحلة. نعم. ومن ثم يجب التركيز بوضوح على إعادة التموضع من جديد خلف المرجعيات المحددة. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا لم تنفذ هذه المطالب المنطقية جدا والمتفقة مع القرارات الأممية، ربما أن الوفد لن يكون ذهابه كما كان متوقعا إلا عند توفر هذه الضمانات. نعم، استسمحك بالتكرم بالبقاء معنا. المحامي والمحلل السياسي السيد فيصل المجيدي، سينضم إلينا الآن خبير الإعلام السياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف. دكتور مساء الخير. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك دكتور. على ضوء المستجدات القائمة في اليمن دكتور، كيف تقرأ التجاذبات الإقليمية والدولية الراهنة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم الملف اليمني أريد له أن يخرج من دائرته المحلية أو الإقليمية والعربية إلى الملعب السياسي ليصبح جزء من المساومات الدولية. لذلك لا نستغرب كثيرا عندما تدخل روسيا على الخط تساوم بورقة اليمن مقابل ورقة سوريا، وعندما تدخل أمريكا أيضا تفاوض بطريق أو بآخر على ورقة اليمن أو على الملف اليمني، في ظل تراخي أممي رغم إصدار قرار دولي 22/16 وقبله 21/40 الذي يفرض ويلزم الحوثي والمخلوع صالح بتسليم الأسلحة وبحظر سفرهم وبتجميد أصول أموالهم. نعم. لكن لرينا تباطؤ كثير جدا، وهناك عبث يمارس على الأرض اليوم لإطالة أمد الصراع اليمني ليس في مصلحة اليمن ما يحدث الآن، لأن هناك استصدار قرار أممي. إن لم تكن الأمم المتحدة قادرة على استصدار مثل هذا القرار وفرضه على أرض الواقع، فمن الأجزاء ألا تصدر مثل هذا القرار وتترك اليمن لحضيرتها العربية، هي أقدر على حل مشكلاتها. وأنا نديت أكثر من مرة أنه مشكلة اليمن يجب أن تحل داخل الإطار العربي العربي. نعم دكتور، لكن فيما يتعلق بموقف التحالف العربي، ما موقفه من هذه المواقف الدولية، خصوصا أن اليمن هي خاصرة الخليج وأيضا البوابة الرئيسية للخليج؟ لا شك أنه أنا أرى دول الخليج اليوم على رأس المملكة العربية السعودية بذلت كل ما في وسعها، بذلت قصارى جهدها لتكوين تحالف دولي أو تحالف عربي لاستعادة الشرعية إلى اليمن. نعم. واستتبعت عاصفة الحزم بإعادة الأمل، أنشأت مراكز إغاثة، دفعت باتجاه الحلول السلمية إلى أبعد الحلول. لكن اليوم الحوثي يفتقد إلى الرؤية، الحوثي اليوم يتلقى إملاءات خارجية، هو يمارس نفس السياسة التي كانت تمارسها ولاية الفقيه في ملفها النووي مع المجموعة السداسية، هو يمارس ذات السياسة اليوم من التباطؤ من التلكؤ من الانسحاب، ثم بعدما يلاحظ أن القوم أرادوا الانصراف عن مشروع اليمن يرمي لهم بورقة شكلية لإعادتهم إلى المربع الأول وإلى يبدأ الماراثون من جديد، تأخر مفوضي مندوبي الحوثي، اشتراطات مسبقة، لا يتم التفاوض على شيء معين، اشتراطات. وبالتالي هناك إن لم يكن تراخي فهو دعم أموي، وغض النظر عما يحدث في اليمن لإطالة أمد الصراع. دول الخليج وعلى رأس المملكة والدول العربية تدفع وبقوة باتجاه الحل، باتجاه إنهاء الأزمة سريعا في اليمن، عودة الشرعية لممارسة صلاحياتها. نعم لكن أن يكون نعم دكتور، هو أيضا يعني الأهداف التي انطلق من أجلها التحالف العربي لم تحقق كاملة. اليمن يعني حاليا هي أمام يعني قادم مجهول. لا يخفى عليك اليوم الوضع في اليمن، الوضع الديموغرافي لليمن، الوضع السكاني، أنه اليوم دول التحالف هي تنتقي أهدافها بشدة. هناك انتقائية بتوجيه الضربات بانتقال الأماكن، استغلال الحوثي للتجمعات البشرية، التجمعات المدنية، مدارس، مستشفيات، مساجد، والانطلاق منها. هذا ما يصعب المسألة على حسمها مبكرا. لا أشك أنه أي قوة مقابل لقوة اليمن لا توازى، أو قوة الحوثي تحديدا لا توازى بقوة التحالف العربي، لكن هناك
هناك أشياء كثيرة تدعمهم من ضمنها التوخي الحذر لاستبطاء أو التمكن من اتخاذ القرار الصحيح لتوجيه الضربات. أيضا هناك من يسرب أسلحة بطريقة أو بأخرى إلى الحوثي، ورأينا أسلحة ثقيلة ترمى بها المملكة العربية السعودية لم تكن موجودة في بداية عاصفة الحزم. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا دكتور عبد الله. سنعود إلى ضيفنا المحامي فيصل المجيدي. يعني سيد فيصل، هناك من يقول أن وظيفة المبعوث الأممي هو تقريب كل الأطراف والاستماع لهم، يعني كيف تتوقع أن ينجح الحوار من دون صالح الطرف الأول في هذا الصراع؟ دعنا نكون واضحين، القرار الأممي 2216 في الأساس في مادة ثانية تحديداً ألزم الأمين العام للأمم المتحدة بأن يرفع تقريراً عن تنفيذه خلال 10 أيام، أي تحديداً في تاريخ 24 إبريل 2015، بمعنى أن القرار والوثائق حددت طرفين اثنين، هما طرف الحكومة اليمنية الشرعية وطرف الانقلابيين، محدد بشكل واضح ولا لبس فيه. وبالتالي مسألة وجود الأطراف موجودون لأجل تعاوض على تنفيذ القرار وليس على مسألة بحث استحقاقات سياسية وبحث أوزانهم السياسية. نعم. بمعنى هناك 7 نقاط تبدأ أولها بأولا وقف العنف من قبلهم، يقول القرار يطالب مجلس الأمن الحوثيين بتنفيذ المطالب التالية: أولا وقف العنف، ثانيا الانسحاب من المدن، تسليم الأسلحة، وقف الأعمال العدائية التي تعيق أعمال الحكومة، إطلاق المعتقلين وعلى رأسهم والسياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وقف استفزازات الجيران، وقف تجنيد الأطفال. نحن أمام فقرات 7 واضحة. ثم بعد ذلك الفقرات التي تأتي عن استئناف العملية السياسية من حيث انتهت تتحدث عن موفنبيك الأولى وليست الثانية التي كانت تحت السلاح. ومن ثم فإن لدينا مسودة دستور جاهزة، ولدينا مخرجات حوار جاهزة، ولدينا أقاليم سبق وأن تم تحديدها، ومن ثم يكون استئناف المفاوضات وفقا لذلك بعد عودة الأمور إلى طبيعتها كما حدد في 7 الفقرات السابقة. ومن ثم فإن حديث عن أي أطراف لا يكون إلا وفقا لنظرة هذه النظرة للمجتمع الدولي التي حددت وبوضوح كيف يكون تنفيذ القرار. المشاورة هنا لأجل تنفيذ القرار وليس لأجل الحديث عن أطراف وأوزانها وهل يمثل ذلك طرفا مهما أم غيره. يفترض بالأمم المتحدة أن تكون راعية لتنفيذ القرار الذي أصدرته هو عبر أصدرتها هي عبر ذراعها، وليس أن تأتي للقيام بانقلاب أبيض عن القرار ومحاولة تحويله إلى إحدى المرجعيات. هناك حتى خطأ في التوصيف عندما نتحدث عن أن المرجعيات الأساسية القرار ومخرجات الحوار وغيره. يفترض في أساس الدعوة الأممية أنها لتنفيذ القرار 2216. سمعنا من المبعوث الأممي في الأساس يتحدث بأن الحوثيين أو المتمردين التزموا بتنفيذ القرار 2216، بما معناه أنه لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات خارج هذا القرار، لكن مع ذلك هناك رغبة من أطراف دولية وتحديدا لنكون واضحين الولايات المتحدة الأمريكية الذي نجح الحوثيون في الوصول إلى قلبها عبر إيران، كما وهي تتنافس الآن مع إسرائيل إيران وإسرائيل بتسويق أنفسهم على أنهم مكافحين للإرهاب، ومن ثم هي تضغط ليستمر هذا التواجد العسكري لهذه الجماعة المسلحة التي يشكل يعني وجودها خطر على الأمن والسلم ليس في اليمن فقط ولا في المنطقة بل على العالم حسب القرارات الأممية. نعم، أشكرك المحامي والمحلل السياسي السيد فيصل المجيدي. نعود إلى ضيفنا الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، يعني هل لدى التحالف العربي رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق السلام في اليمن وتلافي عدم وقوع اليمن في دائرة من الفوضى العارمة التي سبقت إليها سوريا والعراق وغيرها من البلدان التي دخلت إيران في معمعتها؟ بكل تأكيد أستطيع أن أقول لك نعم.
ولولا الله سبحانه وتعالى ثم عاصفة الحزم لرأينا اليمن ينزلق إلى ما انزلق إليه الوضع في سوريا وإلى الحالة العراقية، لكان هناك تهجير لليمني، لرأينا احتراب يمني يمني، لرأينا تقسيم المجتمع اليمني إلى طوائف وأحزاب يقتل بعضهم بعضا. لكن قيض الله لليمن تحالف عربي أنقذ اليمن مما يراد أن يساق إليه. كان هناك تحالف عربي استمر لفترة محدودة بعد تحقيق جزء من الأهداف، أنشئت إعادة الأمل، برنامج إعادة الأمل ثم البرامج الأخرى التي اليوم لا نسمع عن الحالة أو المشهد اليمني السوري العراقي يتكرر في اليمن رغم تكرر ذات السيناريو. إذا عاصفة الحزم وجودها وتدخلها كان تدخل وفق رؤية مدروسة وممنهجة لحفظ اليمن، لسلامة وحدة اليمن، لسلامة أهل اليمن من الاحتراب والتقاتل الداخلي. إذا كل هذا هو ناتج رؤية ونتاج تخطيط قامت به دول التحالف لحفظ هذا الجزء الغالي من الوطن العربي. نعم، ولكن الاقتتال موجود دكتور، يعني في أكثر من مدينة ما زالت المعارك قائمة ما بين يعني القوات الشرعية والمقاومة وأيضا هذه الميليشيا. نعم، هي الاقتتال ليس اقتتال أهالي، هناك اقتتال ميليشيات توجه لهم، ميليشيات الحوثي مع ميليشيات المخلوع صالح ضد القوى الشعبية مع الجيش النظامي اليمني. هذا أمر طبيعي أن يكون هناك اقتتال. هل سيتوقف التحالف العربي هنا خصوصا إذا تعرقلت العملية السياسية؟ لا، التحالف العربي لن يتوقف حتى في ظني حتى تنتهي كامل مهمته، حتى يرجع الحوثي كمكون شعبي. لا يجب استنساخ، اليوم الحوثي يسعى إلى فرض وجوده كأمر واقع لاستنساخ تجربة حزب الله في اليمن. نعم. يتباطأ في العملية السياسية وفي القبول في القرارات حتى تقبل فيه الدول وتتعامل معه كمكون رئيس وفاعل في الحالة أو في المشهد السياسي اليمني. إذن على الحوثي أن يسلم الأسلحة، أن يسلم المدن، أن يسلم المنهوبات، أن يفرج عن المعتقلين، أن تعود القنوات الفضائية وأجهزتها التي نهبت من قبل الحوثي وأعوانه والمخلوع صالح إلى أصحابها، يعود إلى مكون آخر من مكونات المجتمع اليمني يقدم نفسه وبرنامجه الانتخابي عندما يقبل به المنتخب اليمني. هل ترى أن العملية السياسية ستنجح في تحقيق كل ما ذكرته؟ العملية السياسية إذا كان هناك رؤية وخروج من الولاءات الضيقة، الخروج من الولاءات الضيقة، النظر بنظرة عامة وكبيرة لمصلحة اليمن، الأرض والإنسان والتاريخ والحضارة، الابتعاد عن الإملاءات الإقليمية، وهنا أحدد ولاية الفقيه التي تملي كثيرا من الشروط، بل إنها تسعى إلى التعنت وإلى رفض ما يتوصل إليه. اليوم الحوثي لا يستطيع أن يفاوض، هو يفاوض بلسان عربي معوج من خلال إملاءات ولاية الفقيه التي تصله عبر وكلائها من طهران، فبالتالي هو لا يملك من أمره شيء. وإلا لو كانت ينظر بمصلحة اليمن وبأن هذا المكون مكون يمني 100% لحافظ على وحدة أراضيه وشعوبه، ورأى ما حل بالدمار في العراق وفي لبنان، تعطيل الانتخابات والاستحقاق السياسي، وما حل في سوريا. نعم. القاسم المشترك اليوم يجب أن ينظر اليمنيون بعين المصلحة العامة، أن القاسم المشترك لمآسي المنطقة العربية وتحديدا الجزيرة العربية هي وجود إيران، تدخل إيران في الشأن العربي الداخلي. نعم. واحتفائها بأنها تحتل 4 عواصم عربية هو سبب هذه الكوارث. نعم دكتور، يعني سأختم معك بهذا السؤال، يعني ما موقف التحالف العربي من عودة المخلوع صالح إلى العملية السياسية خصوصا بعد الرسائل التي قدمتها يوم أمس الأمم المتحدة بمبعوثها الخاص إلى اليمن حينما ذهب لمقابلته في انتهاك واضح لمبادئ هذه المنظمة؟ أنا في ظني أنه هو فقد أهليته وشرعيته، لكن في العملية السياسية كل شيء جائز، قد يعود وقد لا يعود. لكن أنا هل يقبل التحالف؟ هو فقد أهليته وشرعيته أمام المجتمع الدولي وأمام التحالف وأمام الشعب اليمني الأبي، لأنه أجرم بحق هذا الشعب سواء عندما كان متولي الرئاسة وعندما خلع، أيضا هو أحد أسباب الجحيم، هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل، فكيف نتوافق عليه كشريك أو صانع لقرارنا السياسي المستقبلي؟ لكن ما معنى عودته إلى العملية السياسية وهو رجل مشمول بالعقوبات الدولية وأيضا يعني ارتكب جرم في حق هذا الشعب وحق هذه البلد؟ لا ننسى أنه اليوم السياسة هي لعبة غريبة قد لا تخفاكم بالتأكيد،
هي فن الممكن وغير الممكن، وبالتالي هناك أوراق يتم الضغط فيها واللعب فيها واستخدامها في فترة أخرى. صالح لا شك أنه يملك عدد كثير من الأوراق، أوراق اللعب لا تزال في يده حتى الآن، وبالتالي ربما هناك محاولة لإعادته إلى الأضواء مجددا، وربما هناك تفاهمات أخرى قد لا تظهر إلى السطح، لأنه هذه عملية سياسية معقدة. الحالة اليمنية حالة خاصة معقدة. التحالف هل سيقبل بهذه العودة إذا ما تمت؟ من؟ التحالف العربي سيقبل بهذه العودة إذا ما تمت؟ إذا قبل الشعب اليمني أن يعود صالح، فأنا أعتقد أن التحالف سيقبل فيه. نعم، إذن أشكرك خبير الإعلام السياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف، كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدينا، في الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي المحامي والمحلل السياسي فيصل المجيدي، وأيضا أشكر الدكتور عبد الله العساف خبير الإعلام السياسي السعودي، وأيضا أعتذر على عدم القدرة في التواصل مع وزير الدولة وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عثمان مجلي. في الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.